السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. والله في الحقيقة هما متقاربين، بصح يظل يوسف مساكني عنده احسن يعني. يوسف لولا اصابات يوسف لكن عنده مشوار كبير خاصة في اوروبا. يوسف حكيم زياش. يوسف المساكني، احنا نقولوا يوسف المساكني. والله المساكني خير، انا المساكني عجبني والله. نمز كم زياش. يوسف المساكني. والله الاثنين بدون عاطفة، الاثنين ملاح. قلت تكنيك المساكني احسن بالنسبة لي يعني، خاطر زياش شفته مش مستقر، المستوى تاعو مش مستقر. المساكني بتاتر كما الاخضر باللومي تاع الجزائر يعني، مالغري لعب في الجزائر بس راهو احسن لاعب افريقي يعني لكل الاوقات يعني. الجزائريين يعتبرون الاخضر باللومي احسن لاعب لكل الاوقات، رغم انه لعب غير في الجزائر. عندنا ماجر دا لا ليغ دي شامبيون، بصح بالنسبه للجزائريين يبقى الاخضر باللومي احسن لاعب لكل الاوقات. المساكني راهو كما يلقب النمس في تونس، راهم لاعبي انا يعجبني ياسر والله العظيم. من اللي كان في الترجي التونسي انا توقعت له يروح لاوروبا، ولكن للاسف كثره الاصابات اللي داتوا للبطوله القطريه، وكاكو ما خيبش البطوله القطريه، ما قدم مستويات كبيره مع المنتخب التونسي، ودائما يكون هو الحصان الاسود المنتخب الجزائري ديما يسجل لنا. نعم زياش، لانه زياش بدون انقاص من قيمه زياش. زياش لعب اجاكس امستردام وخريج مدرسه اجاكس امستردام، خريج اكبر من اكبر المدارس في العالم، لكن نحب يوسف المساكني يلعب بالقدم اليمنى وبالقدم اليسرى، وصانع لعب حقيقي. علاش نختار حكيم زياش؟ حكيم زياش لعب في الانترناسيونال، عنده خبرة على المساكني، والمساكني ما راحش يعني بعيد. كل واحد هو مشواره يعني، بس نختار زياش. يوسف لعب تاع يوسف، كون احترف يوسف كنت تشوف كرة أخرى خلاص، كنت راح تنجم تشوفها. كون جانا يعني يوسف هو اللي كنت تنجم تشوف كرة أخرى، لعب أخر. يوسف سي بيان دوماج، حنايا حبيناه في الشامبيونا تاع لونجلتير ولا الشامبيونا تاع الإسبان، مي مالوروزمون. اللاعب يعني لعب نظيف هو مساكني، ذاك في تشيلسي لاعب مغربي حتى وله يعني، عنده يلعب كرة ما شاء الله فعلا. وانا بالنسبه لي مساكني سيتي ان غران جوار، دوماج ان با يو لو باركور يعني كي ميريتي. كان قادر يروح زعما كلوب اوروبيان، شامبيون دو فرانس ولا ديتالي ولا الاسبان، كان يلقى بلاصتو. زياش سي لا فورماسيون تاع لا هولاند تاع لاجاكس، مليح. ما نقدرش نقارنهم ديجا في زوز، و سي با لو ميم ستيل تاع لو جوار. مي مسكني راحت له كارير كبيره، دوماج. انا جو بونس يروح لقطر عام ويرجع، قال لك يرجع لباريس سان جيرمان وقت هذاك. مي فينالمون قاعد يلتم ويرا يدي بليسير ثاني، جو بونس يرا يدي بليسير كبار اللي خلاوه شويه يتعطل في الباركور تاعو. مي مازال يمده، احنا نشوفوا فيه مازال في المباريات الكبار يبان. عمل كاس عالم دخل عملوا مياه ثاني، سجل علينا اهداف اللي احنا مزرد علينا باللي كفرو تاعو. كوب دافريك هو اللي ماركنا هو والخزري، هذا ما كان سام بوجوار. كاين تونس ثاني عندها ملاعبيه كبار. في المساكني حكيم زياش ولد في اوروبا، كان المساكني يكون ولد في اوروبا كان لاعب واحد اخر، اما افريقيا واعره، افريقيا باه يطلع. لو فات اللي وصل لطاب هذيك لعب ديجا سي بوكو. زياش عنده امتيازات، مي المساكني خير، عنده لمسة تاع ملاعبي المساكني. لا المنافسة ما تقارنش كيما هك، يلعب في الخليج، في أوروبا، في أمريكا، في كل حاجة، الملعب هو اللي يحكم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.